شوفوا شلون يا اخوان الجبال هذه شلون توزيعها شيء عجيب من الخالق عز وجل. ترى ما وزعت بهذا التشكيل عبث، لا لا لا. يعني احيانا وانا على الخط اشوف هنا جبل، اشوف هنا جبل، اشوف اثنين ثلاثة جنب بعض. التوزيع هذا لثبات الارض. يقول الله، يقول تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني ترسل الارض. الحين الخيمة لابد لها من وتد عشان يثبتها، صح ولا لا؟ كذلك يقول العلماء ان ثلث الجبال فوق الارض الظاهر، وثلثينها تحت الارض، يعني الباطن الخفي، كذلك ثباتك اعمالك فاعمالك الخفية سبب لثباتك بعد تثبيت الله عز وجل لك. فاكثر اعمال خفية من اجل ان تثبت كما يثبت الجبال.